في مشهد درامي قاس واجه طفل لم يتجاوز السابعة من عمره رحيل أمه، بعدما خيب الزمن رجاءه في أن يرمق وجهها الشاحب بنظرة أخيرة. فكرة أنه الوالدة اللي كان متعلق بيها جداً هو كانت تعبانة، هي كانت مريضة فترة وما لحقش يشبع منها خالص يعني، وبعدين فجأة اتوفت. بعد وفاة والدته وانكفاءه على نفسه كطفل، لم يجد غير الغرفة المهجورة اللي فيها كل الكتب اللي والده كانت بتوصله. والده كان تاجر كبير، فكان بيحطها في أوضة بعيدة فيها كمان برضو بعض الأشياء اللي بتاعت والدته. وأسامة دخل في هذه الأوضة ولم يخرج منها سنوات. عقب حزنه على فقد والدته، وجد الطفل أسامة سلواه في مطالعة الكتب وصنوف الأدب، لكن الدنيا لم تلبث إلا أن داهمته بصدمة زواج الأب. ثم بدا أن الأقدار هذه المرة رحيمة، لم لا وقد وجد أسامة في زوجة أبيه عوضا سخيا عن فقدان الأم. هو من جواه كان بدأ يتشكل جواه فكرة أنه هي بتتعامل معايا أم، هي أم، هي ست طيبة، ست جميلة، مضحية، بتربي ثلاث ولاد، بتديله الحنان، جزء من الحنان اللي هو مفتقده بعد غياب والدته.